الناس لأهل اليمن حتى يشرب أهل اليمن. هذه خصيصة لأهل اليمن، يجب أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى، يجب أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يطهروا بلدهم من الشيوعيين والبعثيين والناصريين ومن كل فاسد مفسد يريد إفساد البلاد، يريد إفساد البلاد أو يريد ماذا؟ تأخرها. نعم صحيح، تأخرت الجامعة، جامعة صنعاء تأخرت ولم تتقدم ما دام عبد العزيز المقالح مسؤولا عنها. نحن لا نقول هذا ليدعونا نكون مسؤولين عنها، لو يعطونا صنعاء كلها أو يقولوا تعال تكون هج بسم الله تكون في أرض وظيفة تريدها، لا نريد وظائفهم، نريد أننا نعمل للدين وأن يستقيموا على الدين، حتى أقصد من هذا حتى لا يظنوا أننا نريد أن نزاحمهم أو أننا نحسدهم، لا، نحن الآن نتألم من الواقع المرير، من الواقع المرير الذي أخر شباب اليمن، أخر شباب اليمن. وأنا أرجو يا أخوان بعد ضجة المجتمع أرجو أن يعزل إن شاء الله المقالح ويلتحق بإخوانه في روسيا، يلتحق بإخوانه في روسيا، ليس بخسارة إذا لم يقم الحد عليه، إذا لم يقم الحد عليه. الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، وإذا قال أنا تائب إلى الله مثل ما نشر ورد على صاحب مكتب التوجيه والإرشاد نقول ما نستطيع أن لا نقبل توبتك، لكن ماذا؟ لكن ابقى في بيتك ولا تدعو الحداثيين، ابقى في بيتك ولا تدعو الحداثيين ولا تختلط بالمسلمين حتى نعرف صدق توبتك. أما أنا تائب ثم يدعو الحداثيين ثم يدعو الحداثيين ثم بعد ذلك لقاءات في إذاعات مكة وفي غيرها، في إذاعات مكة، مكة يا أخوان، مكة أم القرى وفي غيرها وفي الصحائف، الصحائف يعني في السعودية، ما مقابلات لعبد العزيز المقالح. يا مغفلون، يا مغفلون يا أهل إذاعة الرياض، تعالوا إلى اليمن لتنظروا قدر المقالح، ما قدره في اليمن لا يساوي بعوضة عند اليمنيين، لا يساوي بعوضة عند اليمنيين، ليس له قيمة. ما أنتم ترفعون من شأن المقالح؟ وهكذا أيضا المغفلون المصريون الذين ألفوا رسالتين في عبد العزيز المقالح مغفلون. يا أيها المغفلون المصريون، ولست أعني أن المصريين مغفلون كلهم، ويا أيها المغفلون المصريون تعالوا إلى اليمن لتنظروا قدر عبد العزيز المقالح في اليمن. كما قلنا أيضا يا أيها المغفلون اليمنيون الناصريون، اذهبوا إلى مصر لتنظروا قدر جمال عبد الناصر في مصر، اذهبوا إلى مصر يا أيها المغفلون اليمنيون الناصريون، اذهبوا إلى مصر لتنظروا قدر جمال عبد الناصر في مصر. أخواني في الله، صحيح حقائق لا بد أن تظهر اليوم أو غدا أو بعد غد، التلبيس مهما لبس على المجتمع لا بد أن يعرف ولا بد أن يظهر أنه تلبيس، خصوصا إذا قام أهل السنة بما أوجب الله عليهم، والله المستعان. نقبل إذا كتب عبد العزيز المقالح أنه يتوب إلى الله ويترك الجامعة بشرط يتخلى ويترك مواجهة الحداثيين ومقابلتهم، نحن نقبل التوبة تجب ما قبلها، التوبة وليس بحديث، لكن وإني الله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هو قد كتب أولا في لكنها كتابة نفاق اتضح من مخالطتهم لمن يا إخواننا للحداثيين.
يجب أن يحاكم، وإذا ثبتت ردته فماذا؟ فيا أخواننا إذا ثبتت ردته فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فابتلوه. طيب وإذا قال أنا تائب إلى الله وهذا يصلي، ها؟ لا، لو لقيته وتحدثت معه لقلت هذا من؟ لقلت هذا يا أخي ما أقول لك فضيل بن عياض، ربما تقول هذا فضيل بن عياض تحدثت معه. أخبرني غير واحد ممن جالس يتحدث رجل صاحب لسان يلقى الشيوعي بوجه والمسلم بوجه والبعثي بوجه وكل بلا بوجه. نعم. وحدثني عبد الرحمن بن بشر العام
عابده. والذي يقال له العسكري في هذه الطبقة ما اسمه؟ بشير بن خالد. خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله: قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله ابن عبيد بن عمير الليثي فوعظه جدا فقيل ليحيى أضعف بن يعقوب بن عطاء قال نعم ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير. أخواني في الله، عبد الله بن عبيد ووالده ثقتان أو أرفع، لكن محمد هذا تراجع ترجمته. محمد بن من؟ محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير تراجع ترجمته. من أجل ماذا؟ أنني لا أعرف عنه شيئا. رأيته؟ قال رحمه الله تعالى: حدثني بشر بن الحاكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير الأسدي، وهو في طبقة سعيد بن جبير أو أنزل قليلا وليس بأخيه كما يظهرون، وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وضعف يحيى بن موسى بن دينار قال حديثه ريح، وضعف موسى بن دهقان وعيسى ابن أبي عيسى، الظاهر أنه عيسى بن مهان الرازي. قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لي ابن المبارك، ها؟ عيسى بن ميسرة ليس عيسى بن مهان. خيرا إن شاء الله، ينظر يا أخي، ينظر في الميزان إن شاء الله. إذا قدمت على جرير، إذا قدمت على جرير فاكتب عليه كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب: حديث عبيدة بن معتب، والسري بن إسماعيل، والسري بن إسماعيل، ومحمد بن سالم، وهو أبو سعد. ما شاء الله ما شاء الله. نعم يا أخي. ها؟ أي كتاب هذا؟ ميزان. ميزان؟ نعم. محمد بن عبيد، عبد الله بن عبيد. إيه. ما وجدته؟ خير إن شاء الله. هو ما يرتب. ما يرتب. ما يرتب إلا اسم الاسم واسم الأب. اسم الجد لا يرتب. اسم الجد لا يرتب صاحب الميزان. هذه قال رحمه الله تعالى. نعم اقرأ اقرأ كثيرا ترجمة قليل. طيب اقرأ ترجمة وارفع صوتك. ترجمة محمد ابن عبد الله ابن عمير ابن عبيد ابن عمير. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي المكي، ويقال له محمد بن محمد المحرم، روى عن عطاء وابن أبي مليكة وعنه النفيلي وداود بن عمر الضبي وعدة ضعفه ابن معين. وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك، النفيلي حتى وتل بأحد. طيب انتهى، جزاكم الله خيرا. ما شاء الله ما شاء الله. طيب ماذا بقي عليك؟ عيسى بن أبي عيسى من الميزان، أهما اثنان أم هو واحد؟
واحد عيسى بن ماهان، نعم، أبو جعفر الرازي، ها، سعيد بن جبير، ها، قال رحمه الله تعالى، ما شاء الله، أنا أظن أني رحت، نعم، قال حدثني بشر بن الحكم، قال سمعت يحيى بن سعيد القطان بحث حكيم بن جبير وعبد الأعلى وبحث يحيى بن موسى بن دينار، عبد الأعلى بن عامر يا أخوان الثعلبي، وحكيم بن جبير الأسدي. طيب نعم. صوابه هكذا وقع في الأصول كلها، وضحك يحيى بن موسى بإثبات لفظة ابن بين يحيى وموسى، وهو غلط بلا شك، والصواب حذوها كذا قاله الحفاظ منهم أبو علي الغساني الجياني وجماعات آخرون، والغلط فيه من رواة كتاب مسلم لا من مسلم، ويحيى بن سعيد القطان المذكور أولا، فضحف يحيى بن سعيد حكيم بن جبير وعبد الأعلى وموسى بن دينار وموسى ابن الدهقان وعيسى، وكل هؤلاء متفق على ضعفهم. قاله النووي، قال لا الذي عند النووي يكفي، قال وأقوال الأئمة في تضعيفهم مشهورة، بس تكتبون عليه الذي عنده النووي راجع ما قاله النووي، راجع حاشية النووي. طيب يا أخوان، لأن هذا قد حصل لنا نحن الآن الغلط، راجع حاشية النووي. الله المستعان. ثم قال رحمه الله تعالى، وسمعت الحسن يقول، نعيد، قال لي ابن المبارك إذا دفنت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب، حديث عبيدة بن معتب والسليم ابن إسماعيل ومحمد بن سالم أبو سهل. قال مسلم وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في منتهى في رواة الحديث وأخبارهم عن معايدهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعضل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك. طيب، وبينوا وإنما عزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخبر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك، فما ظنك إذا لبس مثل الكوثري؟ فإنه ربما يكون الرجل الذي في السند ماذا إذا أراد أن يضعف، يكون الرجل الذي في السند ثقة ويأتي بمن اسمه كاسمه وطبقته كطبقته ويقول هو فلان، كما ذكر هذا المعلم في التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، أو العكس يكون يريد أن يصحح ويكون بالسند ضعيف، يكون بالسند ضعيف ثم بعد هذا Thank you.
ثم بعد هذا ماذا يا اخواننا؟ ياتي برجل ضعيف من اجل ان يتوصل به الى تضعيف الحديث. قال انما طيب كان عازما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، اذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الاخبار ان يستعملها او يستعمل بعضها او لعلها او ها او ماذا وطيب ولعلها واكثرها اكاذيب لا اصل لها. ما ان الاخبار الصحاح من رواية الثقات واهل القناعة اكثر من ان يضطر الى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. نعم لو سألته عن الاحاديث الصحيحة لوجدته عاطلا منها. ونحن انفسنا هل احطنا بثلث او بربع الاحاديث الصحيحة؟ لا، لم نحط بهذا. فالذي نجهله اكثر من الذي نعرفه، فلماذا لا نجتهد في حفظ الاحاديث الصحيحة وفي حفظ كتاب الله؟ هذه البضاعة النازقة. اما يبقى الشخص دون ماذا يلفلف له، يلفلف له من الحلية ومن الكامل ابن عدي والضعف للعقيلي والفردوس مسند الفردوس والبضاعي، ثم ما ندري ويجمع من ها هنا وها هنا وقال هذا حسن لغيره، هذا حسن لغيره. يا اخي لا، يكفيك الصحيح والحسن والحسن لغيره اذا كان متماسكا. اما ان تجمع يعني مناكير ثم تقول ارتقى الحديث الحسن لغيره الى غير ذلك، والله المستعان. ثم بعد ذلك فأنتم جزاكم الله خيرا حتى بعض المخرجين الذي يحشى الحواشي، أنا أنصحك أن تقبل على كتاب الله وعلى الصحيح، ثم إذا أصبحت مؤلفا أنت مضطر إلى أن تطلع على الحواشي، مضطر إلى هذا، والله المستعان. قال مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. ولا يحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة، ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهم والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد. ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. ما شاء الله يا إخواننا، ما أحسن هذا الكلام. فالحمد لله الذي وفقنا لقراءة مقدمة صحيح مسلم، الحمد لله، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى، وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسليمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. و قد قيل انه يعني الامام البخاري رحمه الله تعالى،
وقال الحافظ ابن كثير في مختصر علوم الحديث إنه يعني علي بن المديني. إذ البخاري اشترطه في صحيحه، أي الذي سيأتي، اشترطه في صحيحه ولم يجعله شرطا للصحيح من حيث هو، لكن علي بن المديني هو الذي يرى أن اللقي شرط للصحة. هذا قول الحافظ ابن كثير، وأكثر العلماء يقولون إنه يعني البخاري. والإمام مسلم يعتبر تلميذا للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ويعرف فضله وجلالته، ومع هذا لم يحابيه، على أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعتبر المصيبة في هذا. لماذا يعتبر المصيب؟ لأنه يجوز أن هناك سقطة إذا لم يتحقق اللقي، أما إذا وقد لقيه فماذا؟ فعنعنة غير المدلس محمولة على السماء. ثم قال: إذ الإعراض عن القول المطروح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أننا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسرائهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال السابقة عند العلماء، فأين الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد؟ أجد على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. والإمام مسلم تحامل على البخاري، وهذه تعتبر ميزة من ميزات صحيح البخاري، أنه يشترط اللقي ولا يكتفي بالمعاصرة. وهنا أمر ينبغي أن يتنبه له، وهو أنه إذا علمت المعاصرة وعلم عدم اللقي، فالحديث ليس صحيحا لا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. قال: وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحد، وجاهز أن يكون الحديث الذي روى الراوي أما الروا عنه قد سمعه منه وشعبه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشابها بحديث. أن الحجة إذا أما أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجين، حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشابها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها. فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم يأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عن من روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا بحجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. والدليل لقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم، أو بهذا غير السماع رب
لنا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. والزهري قد سمع من أبي سلمة فنظر فإذا الزهري قد أسقط سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم ضعيف. قال: وبعد القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد. قال: وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشابها في كلامه. فالرواية ثابتة والحجة به لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه، هذا الذي تقدم وقلنا إذا تعاصر وعلم أنه لم يلقى فالحديث أيضا ليس صحيحا عند مسلم أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي يبدأ التي بينا. طيب يا إخواننا، الله المستعان، محمولة على السماع الذي بينا. فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للثابت عنه، قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعده فقلت: حتى نعلم أنهما كانا قد التقيا مرة فصاعدا. نعم، ورب العز يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. أما موضع الشك لا يدرى أسمع منه أم لم يسمع فهو متوقف فيه. لو سمع منه شيئا، فقلت: حتى نعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليل على ما زعمت. فإن ادعى قول وقد علم أن المحدث ربما يسقط راويا وربما ينشط ويذكره، فلا بد من التأكد أن الحديث متصل، لا بد من سمع كل راو، وهذا أهل المصطلح هؤلاء أصحاب المصطلح تجروا على تعريف أو على ما قاله الإمام البخاري، فهم يشترطون السماع، يشترطون الاتصال، يشترطون الاتصال ماذا؟ وهو أن يتصل السند غير أن يتصل السند. طيب، ثم قال: وإلا فهلما دليلا على ما زعمت، فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به وأن يجدها هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا، وإن هو ادعى بما زعم دليلا يحتج به قيل له: وماذا كالدليل؟ فإن قال:
وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط. فلما رأيته مستجاج روايته الحديث بينهما هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راوي، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد، فإن عجب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة بإمكان إرسال فيه. فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به، إن كان الإرسال فيه لازمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره، وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه. لما أحب أن يرويها مرسلة ولا يسندها إلى من سمعها منه، وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض. وإن كان قد علم في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسميه من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستغير من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من روايتهم على الجهات التي ذكرناها عددا يستدل بهم على أكثر منها إن شاء الله تعالى. استدلوا بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووقيعاء وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد. استدل بالحديث على ماذا؟ استدل به على جواز استدامة الطيب لابتدائه للمحرم. قال: فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام
قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا إن صرح هشام بالتحديث من أبيه فيصير من المزيد في متصل الأساني، ومعناه أن هشاما سمع من أبيه وسمع من أخيه عثمان، ولا يضر الحديث. وإن لم يصرح هشام بالتحديث من أبيه كانت رواية الليث بن سعد ومن تابعه على هذا هي الراجحة. ولا يمنع على ما إذا صرح هشام بالتحديث أن يكون هشام قد رواه عن أبيه ثم استثبته من أخيه، أو يكون قد رواه عن أخيه ثم طلب العلو من أبيه. هذا إذا صرح بالتحديث، وإذا لم يصرح بالتحديث فرواية الليث بن سعد ومن تابعه من الذين زادوا عثمان بن عروة هي ماذا؟ هي الراجحة. وخصوصا أن هذا غير سلوك الجادة، فترجح الطريق التي لم يسلك فيها الجادة على الطريق التي سلك فيها الجادة. فالجادة رواية هشام بن عروة عن أبيه معروفة مألوفة، وغير الجادة أن يروي عن أخيه عن أبيه. ثم قال رحمه الله تعالى: وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اعتكف يدني إلي راسه فأرجله وأنا حائض، أرجله فأنا أسبح شعر الرأس. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من ذلك إن كان عروة صرح بالتحديث من عائشة فهو من المزيد في متصل الأساني، وإن لم يصرح بالتحديث من عائشة فتكون روايته من رواه وهو مالك وزاد فيه عمرة تكون راجحة، وخصوصا وهي غير الطريق الجادة، فترجح غير الطريق الجادة على الجادة. كيف رجحوا؟ كما في فتح المغيث رجحوا غير الجادة على الجادة، رجحوها لأن سلوك الجادة وحفظها أمر سهل. قال عن عائشة عن النبي ثم قال: وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدر وهو صائم. فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن عروة أخبره، أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها وهو صائم. وهذا أيضا من ذاك، أبو سلمة قد سمع من عائشة، فإن كان صرحها هنا بالتحديث من عائشة فيكون من المزيد في متصل الأسانيد، وإن لم يصرح بالتحديث من عائشة فماذا؟ فهو يعتبر، أي رواية يحيى بن أبي كثير تعتبر راجحة، لا سيما وهو سلوك غير الجادة. كيف ذاك؟ المعروف المألوف أن التابعين إذا روى حديثا يروي عن الصحابين،
وهذا أدخل بين التابعي والصحابي اثنين، عمر بن عبد العزيز وعروة. قال: وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر، أي الحمر الوحشية. فرواه الحمر الأنسية: أطعمنا لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. يعني حلال. قال: فرواه محمد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا من ذاك عمرو بن دينار ان صرح بالتحديث فهو من المزيد في متصل الاسانيد، وان لم يصرح بالتحديث فماذا؟ اذا لم يصرح بالتحديث فروايه من زاد محمد بن علي الملقب بالبابر تكون الراجحة. ثم قال الإمام مسلم: حسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية بذوي الفهم. فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث، إذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا، إن كان الإرسال فيه لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله في رواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع، لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون بها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوه فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود فيه إن صعدوا طيب إخواننا في الله، يقصد العلو والنزول كما شرحنا ذلك عنه، وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماء في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل. وإنما كان تفقد من تفقد منه سماع رواة الحديث ممن روى عنه إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به. وهذا الذي قاله الإمام مسلم فيه ما فيه. لماذا؟ لأنك تجد بعض الأحاديث مثلا يقول شعبة: هذا الحديث لم يسمعه أبو إسحاق من البراء، أو يقول شعبة: قال أبو إسحاق هذا الحديث لم يسمعه من البراء. وأبو إسحاق نعم هو مدلس، لكن ماذا يا إخواننا؟ حتى غير المدلس قد يرسل، فأبو قلابة ليس بمدلس ولكنه قد يرسل، وهكذا. فلا
لا يمنع أن من لا يمنع أن الشخص يرسل حديثا لم يسمعه أصلا من الشخص، وربما هذا معروف، ربما تارة يرسله وتارة يرويه موصولا. ومن هذا النوع سعيد بن أبي سعيد المقبوري، تارة في بعض الأحاديث يرويه عن أبيه عن أبي هريرة، وأخرى يسقط أباه ويقول عن أبي هريرة، وأمثال هذا كثير. ففرق بين التحري من السماع ومن عدمه. وقد سمعتم قبل أن هذا مما امتاز به صحيح البخاري، أي من جملة الامتيازات التي امتاز بها صحيح البخاري على صحيح مسلم. يعني كان ينبغي له أن يسلك مسلك البخاري. نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك يا ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: قال وإنما كان تفقد من تفقد منه سماع رواة الحديث ممن روى عنه، إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سميناه، ولم طيب حتى ولو لم يسمع، مع أنه ماذا يا إخوان؟ تقدم لنا في صحيح مسلم أن ماذا؟ أن أبا إسحاق وأبا عيسى الطباع، لا أذكر كنيته، طيب، عند أن روى حديثا إن من البر، فلينظر فيما تقدم، إن من البر أن تصوم لهما مع صيامك، وأن تصلي لهما مع صلاتك، فقال عم، قال عم حج عم ماذا؟ عن شهاب بن خراش، قال ثقة، عم، قال عن حجاج بن دينار، قال ثقة، عمن؟ قال عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقال له: يا ابا اسحاق، ذكرت كنيته ابو اسحاق، يا ابا اسحاق، ان بين حجاج بن دينار ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مفاوزا تنقطع دون اعناق الابل. طيب، وذكر الخطيب في الرحله، وقد ذكرنا لكم هذا ولكننا نعيده لمناسبتها هنا، أن شعبة كان عند أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق يحدد وقال عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء غفر له، أو بهذا المعنى. فقال مسعى، فقال شعبة: أسمع عبد الله ابن عطاء، أسمعه عبد الله ابن عطاء من عقبة؟ كرر، وأبو إسحاق لا يجيب، ثم غضب أبو إسحاق، فقال مسعى: أغضبت الشيخ. عبد الله بن عطاء بمكة، فرحل إلى مكة، وماذا يا إخواننا؟ فوجده قال: أسمعت من عقبة بن عامر حديث من توضأ
وهو بالمدينة، فرحل إلى المدينة. أسمعت عقبة بن عامر؟ قال لا، الحديث مخرجه من عندكم من البصرة. حدثني به زياد بن مخراق عن شهر بن حوشب عن أبي ريحانة. لا، زياد بن مخراق قال حدثني به زياد بن مخراق. فلما قال ايش هذا الحديث، بينما هو بصري إذ صار مكيا إذ صار مدنيا إذ رجع إلى البصرة، بعد هذا وصل إلى زياد بن مخراق فقال له أسمعت من عقبة بن عامر؟ قال لا، حدثني به. طيب إخواني في الله، حدثني به شهر بن حوشة عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر، فقال شعبة أفسده علي شهر، لو صح لي لكان أحب إلي من أهلي ومالي وولدي والناس أجمعين. قصتنا أيضا أخرى وهي في صحيح البخاري، وهي في صحيح البخاري. ماذا يا أخواننا هذه القصة؟ أن وهي في حديث من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قدر 3 أو 4 يسقطون من السند، لا أذكر ترتيبهم. فالقصد أن الحافظ قد يسقط والثقة قد يسقط، فإذا طولب ذكر، والله المستعان. فما سلكه الإمام البخاري هو الذي ينبغي أن يعتمد، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسمي من الأئمة فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رأى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسرده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منها. وهو ماذا يا أخوان؟ ولا حفظنا في شيء من الروايات منهما، لكن أنا الذي شغلني أنني أعرف أنه صحابي، فلا يضر. فلتراجع ترجمة عبد الله بن يزيد الأنصاري، هذا الذي جزاكم الله خيرا. وليس في شيء في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء منهما الروايات في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافها حذيفة، وهذا مشهود لحديث قط. ولا وجدنا ذكر رؤيته يوما في رواية بينهما، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم بعينها، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذان رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشباههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها. والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار، وهي في دعم من حكينا قولا من قبل، وهي مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يهن في زعم هذا القائل من أهل العلم من يقول إنه يريد الإمام البخاري، ومنهم من يقول إنه يريد علي بن المديني، الظاهر أنه يريد الإمام البخاري
الحافظ بن كثير يقول إنه يريد علي بن المديني لأن ما لأن الإمام البخاري اشترطه في صحيحه ولم يشترطه في الصحة أما الصحة المطلقة، وأما علي بن المديني فيقول الحافظ بن كثير إنه يشترطه في الصحة المطلقة. لكن هل فيه غيره؟ ها؟ هذا هو الأنصار. أثبت أحد صحبته، أعرف أنه صحابي. طيب. قال رحمه الله تعالى: المثبت مقدم على النافي، ها؟ طيب. قال: ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تدصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكن أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه لما سكتنا عنه منها، وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائر، وهما ممن أدرك الجاهلية والإسلام، وصحبا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من البدريين، هلما جرى ونقل عنهما الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر ودولهما، قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديثا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا أو سمعا منه شيئا. وأسند أبو عمرو الشيباني وهو من أدرك الجاهلية قوله عاينا أبيا، تراجع ترجمته. هل عندكم تاريخ البخاري؟ أقصد من أجل أن ينظر، لأنه عادته أن يذكر السماع. ها؟ ما يعني على البخاري هذا القول؟ إيه. قولوا مثلاً عدد الأخبار. نعم. فقط أن البخاري صحيح. ماذا؟ ترجمة أبي عثمان وأبي رافع. وكذلك أيضا تراجع ترجمة أبي بن كعب. أبي بن كعب يا أخوان، الآن أبي بن كعب المجلد الأول من تحفة الأشراف، وعنه أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، هل جاء التصريح بالتحديد أم لم يأتي؟ ولو لم يأتي فالإمام البخاري أعلم بهذا، ثم هل روى لهم البخاري بصحيحه بهذا السند أم لم يروي لهما؟ قال رحمه الله تعالى: وأسند أبو عمرو الآن يا أخوان، وأسند أبو عمرو الشيباني ومن أدرك الجاهلية، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رجلا، وأبو معمر عبد الله بن شخبرة، كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خبرين. وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديثا، وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن أبي مسعود الأنصاري
عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثلاثة أخبار، وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب عليا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حديثا، وأسند لابن بن حراش عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حديثين، وعن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حديثا. وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه. هذه التراجم والأحاديث محتاجة إلى أن تراجع في تحفة الأشراف. ها؟ أريد من أبي بارك الله فيك ترجمة أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن ملك، هل فيها السماع؟ أبي رافع الصائغ قال رحمه الله تعالى: وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هنا تعليق يا إخوان للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على ابن الصلاح، كلام على قول مسلم، قال إن النعمان قد صرح بالتحديث عن أبي سعيد في ثلاثة مواضع في حديث أنا فرضكم على الحوض في المناقب، قلت في البخاري جزء 16 109 صفحة 109. ثاني حديث إن أهل الجنة لا يتراعون الحديث في صفة الجنة. ثالث حديث إن في الجنة لشجرة، الحديث انتهى مختصرا. يعني في النعمان بن أبي عياش قد صرح بالتحديث عن أبي سعيد الخدري. ها؟ الله محتاج. من يراجع لنا من هذه يا إخواننا هذه التي ذكرت أن بعضهم لم يسمع من بعض، يراجعها في تاريخ البخاري وفي الأحاديث من الكتب مثل من كتب السنة، وجزاه الله خيرا. هذه فائدة إن استطاع أن يثبت سماع واحد من هؤلاء ممن قال مسلم إنه لم يسمع، فهذا أمر طيب والله المستعان. مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، قال: وأسند عطاء ابن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا، وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا، وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري في طبقته حميد بن عبد الرحمن آخر نعم الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث، هل في الصحيحين شيء منها أم لا؟ أسند
وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث، هل في الصحيحين شيء منها أم لا؟ نعم، في صحيح مسلم حديث واحد. ما هو الحديث الواحد؟ نعم، طيب خيرا إن شاء الله. الأخ يقول الحديث الواحد: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان نعم شهر الله المحرم، والحديث منتقد، انتقده الدارقطني ولم يتم انتقاده. قال رحمه الله تعالى: فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها. قلنا قبل إن الحافظ نقل في كتابه النكت على ابن الصلاح أن النعمان ابن أبي عياش ابن أبي عياش سامع من أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث، والبقية محتاجون إلى مراجعة شيئين، إلى مراجعة أحاديثهم من الأمهات ومن غيرها، وإلى مراجعة تراجم التابعين، أسمعوا من أولئكم الصحابة أم لم يسمعوا. قال رحمه الله تعالى: ثم البخاري إذا روى لهؤلاء فهو يشترط السماع، فروايته عنه يدل على أنه سامع. قال رحمه الله: قال ولا أنهم لقوهم في نفس خبرا بعينه وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وحنوا منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. وكان هذا القول الذي أحدثه القائل: من الذي أحدثه يا أخانا؟ جميل، هل يقصد البخاري أم يقصد شيخ البخاري علي بن المديني الذي يظهر والمشهور عند أهل العلم أنه يعني البخاري؟ الحافظ ابن كثير في مختصر علوم الحديث يقول إنه يعني علي بن المديني. ها؟ الذي يظهر أنه يقصد البخاري هذا هو يقول: وإن كان البخاري لا يرى اللقي شرطا في الصحة ولكنه اشترطه في صحيحه، يعني هناك أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين. ثم قال: نعم، هل غد على مسلم من قبل؟ العلماء يجعلون من المميزات لصحيح البخاري، طيب، اشتراط اللقي مع المعاصرة،
هذا يعتبر ردا منه، منهم الإمام النووي ومنهم غيره، وغيره أيضا. قال رحمه الله تعالى نعم، قاله الدارقطني ماذا تعني؟ هذا يعتبر من المميزات لصحيح البخاري على صحيح مسلم. طيب ها، ومن المميزات ايضا لماذا للبخاري او لكلام البخاري على كلام مسلم؟ لانه اعلم بالفن منه، والله المستعان. من يحفظ البيتين يا اخواننا، تشاجر قوم. تفضل ارفع صوتك حتى يسمع اخوانك كله. تشاجر قوم في البخاري ومسلم ومسلم لدي وقال اليدين تقدمه. لقد ساق البخاري في الحسن كما ساق في حسن الصناعة مسلم. احفظوها بين البيتين. تفضل. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا اي دين تقدموا، فقلت لقد ساق البخاري في الحسن كما ساق في حسن الصناعة مسلم. حسنا، من يحفظها بين البيتين؟ نعم. نعم عندك يا أيش. تفضل. تشاجر قوم في البخاري ومسلم 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 لدي وقالوا أي زين تقدمه قدم لأي. طيب من غيره؟ ها؟ من غيره؟ لا أعرفهما إلا من سبل السلام، ولم يعزوهما إلى قائل، لكنه قال ولقد أحسن من قال تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. ها ها، أي دين تقدمه؟ تقدمه أي دين؟ المقدم. ثم بعد هذا أخواني في الله، قال وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث، في العلة التي وصفها أقل من أن يعرج عليه ويثار. نعم، ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلف، ويستنكره من بعدهم خلف، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحناه، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان. وعليه التكلان. القدر الذي وصلنا، يعني هذا في حط على صاحب هذا. نعم، في حط. نعم، هو احتمل، ليست لديهم محابة، ليست لديهم محابة، يحتمل أنه عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو أقرب، أو أنه أراد علي بن المديني، فعلي بن المديني إمام إمام أهل عصره، ليس له نظير في عصره في علم العلل. علي بن المديني ليس له نظير في عصره في علم العلل. الآن انتهت المقدمة التي شكى بعض إخواننا
أنه لا يفهم الكلام فيها، وأعتقد أن البعض الآخر يتلذذ بالكلام الذي فيها ويود أنه لم ينتهي لما اشتملت عليه من الفوائد التي تشد لها الرحال. وإن شاء الله من غد بإذن الله تعالى سيكون ماذا الابتداء في كتاب الإيمان والحمد لله أحاديث بأساندها وأحاديث تمس بالعقيدة، ففيها الرد على المرجئة وفيها الرد أيضا على الجبرية وفيها الرد على القدرية إلى غير ذلك. فكتاب الإيمان كتاب الإيمان من صحيح البخاري وكتاب الإيمان من صحيح مسلم فعلهما يكفيان في العقيدة فيما يتعلق بالإيمان، أعني الرد على ماذا؟ الرد على المرجئة، الرد على القدرية، الرد على المعتزلة، الرد على الجبرية، على كثير من فرق الضلال في هذين الكتابين والحمد لله. نعم ايه ماذا يريد؟ يريد ان يلزم البخاري ان اهل العلم صححوا احاديث هؤلاء التابعين عن هؤلاء الصحابة ولم ينقل انهم سمعوا منهم او لقوهم. طيب لكن ماذا؟ لكن ينظر في هذا الذي قاله الإمام المسلم، فقد أثبت الحافظ سماع النعمان بن أبي عياش بن أبي سعيد المقدري في ثلاثة مواضع من صحيح مسلم نفسه، فبقي يا حبذا لو وفق الله باحثا ويحتفظ بهذا البحث فإنه ينفع وربما ينشر إن شاء الله. وكتب في هذا أعني كتب صفحة صفحتين، وهذا ينفعه يحتفظ به والحمد لله.